سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين والهداة المهديين وحجج الله على العالمين، والذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قل للمغيب تحت أطباق الثرايا، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صيحتي وندائي يا رسول. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صيحتي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبيت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي قد كنت ذات حماية بظل محمد، قد كنت ذات حماية بظل محمد، لا أخشى من ضيم وكان حماً لي واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي، واليوم
أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. فإذا بكت قمرية في ليلها حزنا على غصن بكيت صباحيا فلا أجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولا أجعلن الدمع فيك وشاحيا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. بويا من غبيت بويا يا بويا بويا من غبت نكرة وصيتك بويا وما راعوا لشخصك بهالبيت يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك لما صاروا على بابي اللم يا بلما صاروا وهجموا على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنهار لذت بيه وكسر صدري يلبس مار يا ابوي يا رسول الله تقل لابوي بويا عنواب كثر هضم اعتنيتك اعتنيتك أنا عنوى بكثر هضم اعتنيتك بويا والمسجدك شو ما لقيتك بويا ما لقيتك ما لقيتك بويا شوف الجرح لهالبيتك بويا من غبيت عن ثنيتك بعد يا فاطمة تقول تقول لا جتش كثر قلبي على الخو بويا اش كثر قلبي اش كثر روحي على الطيبين لا جت لا جت لابوي القعدتها بالدار لا جايت شقل للناس يوم العيد لا جيت يلاجوني ولا جيها محزون محزون يبات القلب بويا محزون يبات القلب محزون عليك وتهل دموع العيون بويا عليك وتهل دموع العيون بويا شقل اللي ذي دارك يقصدون أنا شقل اللي يا 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 يا
حدر الثرى مدفون يا ابوي بويا قلهم حدر الثرى يا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله هذه العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كنا نتحدث في الليالي الماضية حول قضية تطهير أهل البيت وتناولنا آية التطهير من أبعاد مختلفة، والكلام كله كان لإثبات مقام رسول الله أولا ومقام أهل البيت صلوات الله عليه، حتى نعرف كيف أفردهم القرآن وكيف ميزهم القرآن، سواء كان ذلك بتطهيرهم أو بما كلفهم أو بما حملهم أو بما جعلهم في مكانتهم التي هم فيها. وأذكر ليلة البارحة تناولنا موضوع وهو كان طرف البحث حول أن بعض الظواهر في الآيات الكريمة، بعض الظواهر وللأسف الشديد، استخدمت سلبيا على مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخوان النبي الأكرم لما عاش بين بعض الناس للأسف الشديد لم يعرف قدر النبي، لم يعرف قدر النبي، ولما جاء بعد ذلك فترات متأخرة للأسف الشديد صار هناك تكدس لهذه السلبية على رسول الله، إلى أن وصلنا في النتيجة أن البعض يصفه لا قيمة له، يصفه إنسانا عاديا، يصفه أنه يخطئ ويصيب، يصفه بالبشرية التي نتمتعناها نحن بها كما هو بشر. وهكذا أنزلوا رسول الله عن المرتبة التي أرادها الله له، ولا كأن القرآن يتكلم في مقام النبي، ولا كأن القرآن يتحدث في بيان أعلى مقاماته، حتى قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وليت شعري. كيف تتناغم مثل هذه الآيات مع تلك الأطروحات التي يتبناها البعض حتى يكون محمد لا يسمو إلى عصاة يتكى عليها، عصاة أفضل من محمد، وحتى يصبح رسول الله في قبره مودع إلى الثرى إلى التراب وشأنه شأن غيره، لا يسمع لا يرى، بل هو مرهون بعمله، مرهون بعمله. أنا ما أقدر خلال بحث واحد وإن كان يمتد لي 10 أيام أن أحوط بمقامات النبي إذا لاحظنا بعين الاعتبار ماذا قال القرآن. يعني في آية التطهير التي طرحناها إضافة إلى البحث في كربلاء وإلى الآن لم نخلص منها، لأنها تتكلم في مقامات النبي وأهل بيته، والآن لزاما علي أقف عند رسول الله تخصصا. طبعا ليس على قدر رسول الله ولا على قدر ما قدمه القرآن، وإنما على قدر فهمي أنا. لاحظوا إخواني، عندما يقول القرآن ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يودي هذه الآية يرجع الأخوة لما تحدثنا عنها البارحة، وقلنا الذي تصور أن النبي يخطئ وأن النبي يذنب وأن النبي الأكرم يصدر منه الخطأ والنسيان والفواحش، وإن كان يتصور وإن كان يقول بأنها قليلة أو أنها من الصغائر، فإن هذا تهكم وتهجم على منطق القرآن ورد على رسول الله وهتك لحرمة رسول الله.
وهتكم. وذكرنا التفسير الظاهر والباطن، ثم وقفنا عند رؤية أخرى وهي الحقيقة في أن رسول الله كان في أعلى مقام الفناء في الله، فكل ما يصدر منه من عبادة كان يراها قليلا، فكان ينظر إلى عبادته على أنها ذنب. ومن هنا ترد ألفاظ أخرى في أدعية أهل البيت، مثلا كما ورد في دعاء كميل عن أمير المؤمنين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. أولا هذا الدعاء الذي قدمه أمير المؤمنين وأملاه على كميل بن زياد وكتبه، هذا الدعاء موجه إلينا حتى أنا وغيري نقرأه، حتى أنا وغيري نقرأه. لذلك كيف تفهم، عجيب هذه الناس، كيف تفهم عبارات أهل البيت؟ إخواني، رسول الله يقول أن أهل البيت عد للقرآن، لو لا الأمة كلها تعتقد بكون أهل البيت عد للقرآن، ما في القرآن فيهم. فإذا كان القرآن يقع على المحكم والمتشابه، لا شك أن أهل البيت كلامهم فيه المحكم والمتشابه. فكيف تفهمون من أهل البيت؟ لابد أن نفهم كلمة أهل البيت ممزوجة بقرائن أخرى وردت عن أمير المؤمنين: اللهم اغفر لي الذنوب، قلتم أنه يذنب؟ أي كلام من هذا؟ وما أريد أعيد وأشتر الموضوع، اللي يحب يراجع بحث البارحة. لاحظوا أحبتي، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اختلف منطقه بحسب رؤية القرآن في إثبات الإسلام له، هذا واحد. ثانيا، عندما نأتي لنستقرأ القرآن حتى ننظر إلى مفردة الإسلام، نجد أن مفردة الإسلام لم تكن على مرتبة واحدة، وإنما كانت هذه المفردة، كانت هذه اللفظة بلحاظ معناها كانت تختلف، بأنها ذات مراتب تتعالى شيئا فشيئا. بس مقدمة خليكم وياي شوي، أن مفردة الإسلام في القرآن الكريم ليس معناها نطق الشهادتين أو الدخول إلى الإسلام والانتماء إلى الإسلام. لما يقول القرآن هذا مسلم، لا يتصور ذهنك أنه من المسلمين بالشرع فقط، يعني أنه دخل في مجموعة المسلمين بالشهادة، لا، بحسب ما طرحته الآية يقتضي أن يفهم معنى الإسلام بحسب مقتضى الآية. فأحياناً تكون رتبة من مراتب الإسلام هي أعلى من مراتب الإيمان، واضح؟ أما إذا جئنا إلى مفردة الإيمان، أيضاً لا تتصوروا أن الإيمان على مرتبة واحدة. خب، هذا الكلام ما نختلف فيه؟ الآن كل اللي جالسين هم على مرتبة إيمان واحدة؟ ها؟ كل الناس تؤمن إيماناً واحداً؟ خب، يختلف الإيمان، يختلف. لما يرد مثلاً عن أمير المؤمنين كلمة عجيبة في حق أحد أصحابه العظماء، لما يتكلم في الأشتر، مالك بن الحارث الأشتر، قال: لو أن مالكا وطئ بطن لبؤة في صحراء مظلمة، معنى حديث في صحراء مظلمة، وبطن لبؤة لو وطئها ما اهتز له جفن أبدا، يعني لا يدخل الخوف إلى قلبه من مخلوق قط. ليش؟ لماذا قلبه ممتنع من دخول الخوف إليه؟ لماذا نجد الحسين يقول: قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس السوو، لبسوا القلوب على الدروع، مو لبسوا الدروع على القلوب، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا، إقبال إلى الموت، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. لماذا يقول سيد الشهداء: لا أرى الموت إلا سعادة، وبعض الناس تتخوف الموت وتتهيب بالموت؟ إذن الإقبال والإدبار والخوف وعدم الخوف،
كلها تتبع أمرا واحدا، ما هو؟ الإيمان بالله. عندما اسمعوا أخواني، يعني في رواية أن الإمام علي سلام الله عليه كان يمشي في بعض أزقة الكوفة وكان يتلوه يتبعه، يظهر من تلقاء نفسه، كان يتلوه قنبر، فالتفت الإمام إلى قنبر قال: يا قنبر ما تصنع؟ قال: سيدي أخشى عليك، هذه أزقة مظلمة وأعداءك كثيرون. قال: يا قنبر، يا قنبر، أتخشى علي من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ منين؟ أهل السماء يغدرون؟ قال: لا، من أهل الأرض. قال: أعلم أن الإنسان لا يصيبه أمر إلا بإذن الله، فلا أنت ولا غيرك يدفع عني. إيماني بالله، إيماني بالله هو الذي يدفع. لاحظوا أخواني، الإيمان بالله حارسك، حاميك. لذلك القرآن لما يتكلم عن المتوكلين على الله، شنو ذول اللي يتوكلون على الله؟ الأتقياء. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عند اطمئنان أن الله يحميه. اعلموا، اعلمي أن الله حاميكم وحافظكم، كما قال الحسين. إيمان الإنسان بالله عز وجل هو الحارس له، لأن الله عز وجل في الحديث: عند حسن ظن العبد. إذا أحسنت الظن بالله كان الله عند حسن ظنك. أما أنت تؤمن وتعتقد أن الله حام وأن الله عز وجل يدبر الأمر، ولكن في الواقع والتطبيق أنت تذهب يمينا وشمالا لتأتي لنفسك بما ينجيها من غير الله. واضح كلامي؟ إذن الأمر كله مدعاة إلى الإيمان بالله والاعتقاد بالله نظريا وعمليا، على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيق الفعل العملي. تعالوا معي حتى نفهم أن الإسلام والإيمان تارة يكون إيمان أعلى من إسلام، وتارة تأتي درجة إسلام تكون أعلى من درجة إيمان، وهكذا تتصاعد إلى ما يقارب 4 درجات. لاحظ، أنا كل هذا كلامي في رسول الله، بعد ذلك سينحاز الكلام من هذه المقدمة اللي لربما تأخذ نصف البحث أو أكثر، حتى بعد ذلك نقايسه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الأولى من الإسلام هي مرتبة الشهادتين، أن الإنسان يشهد بلسانه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن أمير المؤمنين علي ولي الله. الآن هذا جرى على اللسان، ماذا يترتب على هذا الإسلام؟ يترتب عليه الحكم الفقهي، حقن الدماء، حقوقك كمسلم، وهكذا. تعالوا إلى منطق القرآن ماذا يقول: وقالت الأعراب آمنا. دخلنا في الإيمان. القرآن يقول لهم: لا، قف، أنتم لم تؤمنوا، وإنما دخلتم في المرتبة الأولى من الإسلام. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن أنتم مسلمين أم مؤمنين؟ أسلمنا. متى تدخلون في الإيمان؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عندما يدخل الإيمان والانتقال من التصور إلى التصديق وإدراك أحقية الإسلام وإدراك حقوق الله فعلا وفعليا، عندما تدركها بعد ذلك تكون قد دخلت في رتبة الإيمان، وهي أعلى من رتبة الإسلام الأولي، وهو الإقرار بالشهادة. واضح الآية؟ قالوا أسلمنا، ماذا قال لهم؟ ها؟ ولا تقولوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. متى أدخل في الإيمان؟ متى ما دخل الإيمان في قلوبكم، هنا تحصلت لديكم المرتبة الأولى. واضح أخواني؟ هسه أنا ما أريد أنتقل فقط من مرحلة لمرحلة دون ما نصل إلى فهمها نوعا ما.
يظهر إخواني أحيانا لدينا التصور والتصديق في علم المنطق هذا الموضوع. التصور عندما تلحظ أمرا معينا وترتسم صورة معينة لذلك الأمر في ذهنك، هذا شنو؟ تصور، أنت تصورت هذا الموضوع. أنت تأخذ في بالك مثلا يقال لك أن الحسينية مثلا حسينية أبو حمد وصفها كذا وكذا وكذا، صار لديك تصور معين عنها. هسا هذا التصور اللي في ذهنك ممكن أنه يطابق الواقع، ما يطابق، يطابق بنسبة معينة، يختلف عنه بنسبة معينة، كلامي واضح؟ ولكن لما تدخل فيها وتنظر في أجزائها في أركانها في وضعها تصبح لديك صورة تصديقية، ما في ذهنك طابق الواقع، هنا التصديق. فعندما يكون الإسلام، أنت أخذت فكرة عن الإسلام أنه دين الله، أنك شهدت له بالشهادة، أردت الدخول إليه، بعد ذلك أحكام الإسلام أنت تؤمن بها، تعتقد أحقيتها أم لا؟ تعتقد بأحقيتها أم لا؟ إن اعتقدت بأحقيتها تحولت من الإسلام علما إلى مرتبة الإيمان الأولى. لاحظ، أدركت أحقيتها، بعد ذلك لمن أدركت أحقيتها بالضرورة إن أدركت حقها عملت بها؟ بالضرورة ممكن أنه لا يعمل بها، لأنه لا يحتاج فقط أن يدرك أحقية الصلاة، لا، أدرك أحقية الصلاة آمن بها، ولكنه لم يدرك ماذا يترتب على المصلي وعدم الصلاة. إذن عليه في المرتبة الإيمان الأعلى أن يدرك أمرا غير وجوب الأعمال، أمرا أكبر من ذلك، وهو مثلا ما يترتب عليها من العقوبة وما يترتب عليها من الثواب، ثم بعد ذلك صعودا حتى يدرك كل التعاليم إلى أعلاها وماذا يترتب عليها، ثم بعد ذلك قد يصل إلى مرتبة كبرى وهو أنه لا يلحظ الجزاء والثواب والعقاب في الأعمال، وإنما يلحظ أنها رضا الله. صار واضح؟ لذلك في مقام قد يكون الإنسان صابرا على رزية، ما أصيب برزية تحمل، قال اللهم إني صابر، أصبر آلامي في قلبي، هذه رزية أتحملها، ولكن ذاتها إن وقعت على من هو أعلى إيمانا ما يكون صابر، وإنما ماذا سيكون؟ سيكون راض أكبر من الصابر. لماذا هذا في مرتبة صبر وذاك في مرتبة رضا؟ لأنه أدرك أن هذا الأمر وإن كان فيه بلاء وشد على نفسه إلا أن فيه رضا الله، إلا أن فيه سمو النفس عند الله، فأحب ما أحب الله. واضح؟ هسه وين وصلنا؟ أي مرتبة من الإيمان والإسلام؟ الأولى إسلام، ثم تلته مرتبة الإيمان وهي أعلى من مرتبة الإسلام. بعد ذلك يتكلم القرآن الكريم عن مرتبة أخرى من مراتب الإيمان والإسلام. هذه المرتبة الأخرى التي ذكرها القرآن الكريم وهو تسليم وانقياد لأمر الله. خليني أقرأ لك الآية: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يظهر أن مرتبة من مراتب الإسلام بعد أعلى منين؟ أعلى من الإيمان. آمنوا بآياتنا، الآن كل الناس وإن كانوا مؤمنين آمنوا بآيات الله، ها؟ شو تقولون؟ الآن إحنا في داخل بيتنا، في داخل بيتنا كل إحنا مؤمنين، ها؟ ستمين تروح تمشي للإمام الحسين ما تشوف واحد من بيناتنا يطنز عليك من عندنا وبين، وين رايح؟ وين جاي؟ وين كذا؟
دعوة مجالس الحسين هالقد هالقد ما أراد الكلام. ما أريد أسوق أمثلة، لكن بعضنا أحيانا لا نؤمن. لذلك ورد عن الإمام صلوات الله عليه، الإمام الباقر صلوات الله عليه، ماذا يقول الإمام؟ يقول: حتى إذا جاء أحدكم أمرا منا أو حديثا عنا قال: لا والله ما كان هذا، يقول: فما يدريك لعله منا صدر فتكون قد كذبتنا. عقلك ما تحمله، لا تصيح لا والله شنو هالكلام هذا وماكو هيك، وين عمي؟ عقلك ما احتمله. يقول الإمام في رواية أخرى: ردوه إلينا ولا تردوه علينا. تردوا علينا، فلاحظ لما يتكلم القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. هسه قلنا جاءت مرتبة إسلام أعلى من مرتبة الإيمان الأولى، الذين آمنوا وكانوا بآياتنا مسلمين، خلاص وقفنا. لاحظوا درجة إيمان الآن أعلى، ما هي هاي درجة الإيمان؟ بعد على وجه السرعة لاحظ ماذا قالت: يا أيها الذين آمنوا. الله لما يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا النداء لمن؟ شوية صوت عالي، يعني مو لعموم الناس. يا أيها الذين آمنوا، هذه شهادة بأنهم مؤمنين لولا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب. شن هاي التجارة؟ تؤمنون بالله. عجيب، ما أنت قلت يا أيها الذين آمنوا ثم ماذا قال لهم؟ تؤمنون بالله. فيتبين أن مرحلة الإيمان التي تنجيكم والتجارة مع الله هي مرحلة إيمان أقوى أعلى، مرحلة متقدمة أعلى من مرحلتكم التي أنتم فيها. فيظهر أن هناك مؤمنين ما يتاجرون مع الله، وأن هناك من هم أعلى. شنو كانت عندهم مع الله؟ تجارة. هل أدلكم على تجارة؟ التجارة مع الله متى ربحها؟ لاحظوا القرآن الكريم لما يتكلم في سورة الجمعة شو وصف النبي الأكرم؟ شو وصفه؟ إذا سمعوا لهوا شو يسوون؟ انفضوا إليه وتركوك قائما. فإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا. عجيب، رسول الله صعد منبر جاي يخطب، لا سمعوا وجت القافلة، وجت التجارة، قاموا يسحبون. ليش؟ ركضوا على أموالهم، على تجارتهم. انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لكن هذه تجارة الدنيا، تأتي تجارة أخروية مع الله، هذه التجارة الأخرى مع الله تنجيكم من عذاب أليم. إذن يتوقف النجاة من العذاب بالتجارة مع من؟ تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فيتبين تؤمنون بالله ورسوله يعني يشتد الإيمان بالله وبرسوله. فيظهر أن في المرتبة تلك قد يكون هناك نوعا من التشكيك، قد يكون هناك نوعا من التردد على المستوى العملي، مو النظري، قد يكون عندهم فكرة لكن عمليا مترددين. الآن مثلا في الزكاة، في الخمس، بعض الناس لما تنطي زكاة هو جاي يتعبد، يعطي هذه الزكاة، يعطي الخمس وهو في أي نية؟ نية العبودية، كما أنه يصلي يتوجه إلى الله، يصوم يتوجه إلى الله، يعطي خمسه وهو في أي نية؟ نية العبودية لله. وبعضهم لمن يعطي ما عليه شيكون عليه؟
يعتبرها غرامة مالية. واضح؟ بعض الناس تعطي الصدقة ويقبل يده، لماذا؟ لأن في إيمانه واعتقاده أن يده وقعت في يد السائل أم في يد الله؟ في يد الله. بعض الناس لو عيونك هذه توقع بالقاع ما ينطق دينار واحد، ومنطقه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فد إنسان ينفق في سبيل الحسين سلام الله عليه، أو فد إنسان لو عيونه توقع بالقاع في سبيل ما يوقع من عنده دينار. فد إنسان كل حياته موظفة للحسين سلام الله عليه، أو فد واحد لا يتكتر ويباوع للحسين وما إلى شغل، لا بس ويصدر علينا كلمات وهل هل هل حداثويات عود صار شوية ثقافة معينة وقام كذا. والحسين هو الذي بنى الحضارة بأسرها، الأنبياء هم اللي بنوا الحضارة. قانون اخذه من عندي، من الذي بنى؟ خاف واحد يقول لك حتى الحضارة هذه ما بنيت لولا الأئمة، لولا الأنبياء والأئمة. لو ظل الموضوع فقط على البشرية، والله إلى الآن بعدنا نلبس جلد مال حيوانات، وزين هم زين إذا نسترع عوراتنا، لأنه الأنبياء لما إجوا دعوا إلى الله علموا الناس الخياطة، علموا الناس البناء، علموا الناس الزراعة، علموا حتى هذه هم اللي علموا الناس كيف تستعمر الأرض، كيف تستعمر الدنيا. لا يجي واحد كل ما ترونه من حضارة هو عوال على من؟ على الأنبياء، هم أهل الحضارة. لاحظ. إذن هذه مرتبة من الإيمان. أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، رغم أنهم كانوا مؤمنين، تؤمنون بالله ورسوله بعد، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فيظهر أن الجهاد في سبيل الله بالمال والأنفس متوقف على هذه المرتبة من الإيمان الآخر بالله وبرسوله. واضح؟ مرتبة أخرى حتى بعد لا أطيل أكثر. ثم تأتي مرتبة أعلى من هذه المرتبة، وهي المرتبة الثالثة. لاحظوا، المرتبة الثالثة عندما أنت المؤمن يستأنس بما عند الله، هناك حالة من الاستئناس، هناك حالة من التلذذ بالعبادة، هناك حالة من الانطلاق إلى الله عز وجل. إخواني، هسه مو بعضنا ما يقعد حتى الصلاة الصبح، صح؟ وبعضنا لا يقعد الصلاة الصبح لو لا، وبعضنا يقعد إلى صلاة الليل، وبعضنا مو يقعد إلى صلاة الليل، لا ينتظر متى تأتي صلاة الليل، عند استئناس، استئناس بالله. عندما تكون أنا وأمثالي يغالبنا النوم، يصارعنا النوم، لما نقوم من الفراش نقوم كسالى نقوم إلى الصلاة، لا، هناك نوع من المؤمنين يرى أن الصلاة تلك الفسحة، ذلك اللقاء، ذلك الموعد بالحبيب، وكلما كان هذا اللقاء بعيد عن عيون الناس كان أحلى، لذلك يأنس بصلاة الليل. لاحظوا الاستئناس والانقياد لله. إذا انقاد الإنسان إلى الله، ركزوا لي شوية بهالنقطة هذه، إذا آنس الإنسان بالله واستأنس بالله، لاحظ، ويدرك أن كل ما عند الله هو خير وصلاح، عند ذلك يستطيع أن يسيطر على شهوته، عند ذلك يستطيع أن يسيطر على شهوته وعلى غضبه، يسيطر على الشهوة والغضب. لأنه لاحظ إخواني، أحيانا الإنسان أيضا مؤمن لكن ما ينداس على طرف من عنده، إذا تدوس لك على طرف من عنده شوية ينطلق بوتشك، ينطلق مرة. لا، اسمع الرواية،
عن الأئمة صلوات الله عليه كثير من هالروايات هذه. كلكم تسمعون عن الأئمة كان كاظما للغيظ لولا، ويقول له الكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ. في مثلا جارية أسقطت إبريق، في عبد مختلفة مو فقط في الإمام الكاظم، جارية تسقط من يدها ولد الإمام الصادق فيموت والإمام الصادق ما قال شيء، أصلا صار يبكي عليها. لما سألوه ليش تبكي بالليل قال أبكي على هذه الجارية لأني أدخلت الخوف إلى قلبي. لاحظوا هذا الاطمئنان، ليش؟ يقول هو الله عز وجل أراد وأخذ، أعطى وأخذ. هذه ما في قلبه من شهوة من غضب استطاع أن يسيطر عليهما بإيمانه بالله، فتحكم الإيمان بشهوته وعاد وبغضبه، فصار مثالا للإنسان الكامل، صار مثالا. تأمل جيدا، واستطاع أن يكبح جماح نفسه، واستطاع أن يصل إلى مرتبة. اسمعوا الآية، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون متى؟ بتلك المرتبة من الإيمان، هاي المرتبة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هاي مرحلة إيمان، وبعد شنو فوقها؟ صدر الآية إيمان، ذيل الآية إسلام. يعني شنو من تطبيقاتها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل ما يصدر منك مني، كل ما يجري بيننا، هل هناك موقف لرسول الله مثله؟ كيف تصرف رسول الله؟ هل نتصرف مثله أم لا؟ إن تصرفنا مثله حكمنا رسول الله فيما شجر بيننا، إن تجاوزنا. بعض الناس إذا تقول له اتق الله، هو متعصب شوية، تقول له اتق الله، شو يقول له؟ ما يستمع، ما يستمع له. تقول له مثلا الإمام الحسين هكذا فعل، ما يستمع. يجيك واحد ويقول لك فلان تكلم عليك، أنت مباشرة أخذت الكلمة رأس مال وبنيت عليها صراعا وعداء. تعالوا إلى الأئمة، يا ابن رسول الله فلان تكلم عليك. الإمام علي ماذا قال لهذا المتكلم؟ النمام ماذا قال؟ قال مه مه، يعني اقطع كل حركة وكل صوت، مه. ثم قال له إن النميمة إدام، إدام كلاب أهل النار. زين أنا وياك شقد نستمع للنمامين، شقد نستمع للي يتكلم على الناس من دون دليل أو بهتان، وهذا الفلان كذائي وذاك الإنسان كذائي وذاك كذائي، ولا ربما هي بهتان ولا. هسه إن كانت فعلا هي نميمة وغيبة، زين إذا ما موجودة شي يسمونها؟ يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكون يحكمونك، يستمعون أنت رأيك شنو يا رسول الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ونفوسهم راضية لولا، ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. قلوب مسلمة مطمئنة، هذه المرتبة الثالثة من الإيمان. بعد طبعا يقينا البحث ما يكمل الليلة في رسول الله، لأن يعني الآن دقيقة صارت ما يقارب 44 أو 45، ولكن أنا أطمع من الأخوة أن يكونوا حاضرين إذا أبقى الله الحياة الليلة المقبلة، أطمع يعني من الأخوة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك تأتي مرتبة أكبر من هذه المرتبة. ما هي هذه المرتبة؟ طبعا قلنا أن الأنبياء وصلوا إلى مراتب الإسلام العليا، ونقاشنا ومقارنتنا بين رسول الله والأنبياء. لاحظوا أخواني، أريد أقرأ هذه الآية
إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هاي الآية تتكلم عن من؟ ها؟ عن إبراهيم عليه السلام. ملاحظين الآية؟ الله عز وجل يقول لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تعال خلينا نعرف يعني إبراهيم دخل الإسلام توا عشلونا. إذن يقينا أن هذه المرتبة الأخرى، أن هذه المرتبة من الإسلام هي من أعلى أعلى مراتبه، أعلى أعلى مراتب التسليم لله، أعلى تلك المراتب. لذلك الله عز وجل أمره أن يكون في تلك المرتبة. وتلك المرتبة شلون يصل إليها إبراهيم؟ بأي طريقة أخوان؟ بطريقة الجهاد، المجاهدة والمثابرة والاختيار. يعني هو مو عنده زر معين يضغط عليه توصل لهاي النقطة، لا، أنه مطلوب منك يا إبراهيم أن تصل إلى تلك الدرجة من الإسلام. قال أسلمت. إذن إبراهيم كان لديه الاستعداد أن يصل إلى تلك المرتبة التي أمر مباشرة من الله أن يسمو إليها ويصل إليها. لذلك ماذا يقول القرآن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أي أن هناك مجموعة من الابتلاءات الكبيرة الكثيرة الصعبة مرت على إبراهيم فأسلم وجهه لله. فلما أسلم بعد في قضية ذبح إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين، يأتي النداء من الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص أسلم، أراد أن يذبح لوجه الله، فيأتيه النداء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص يا إبراهيم أنت الآن مصدق. إذن هذه المرتبة التي وصل إليها إبراهيم ماذا ترتب عليها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. لاحظوا إخواني لما يصل الإنسان إلى مرتبة من مراتب الإسلام، هسا هذا بحث آخر، ماذا يترتب على كل مرتبة من الإيمان والإسلام؟ يصل إلى نوع من المعرفة أكبر وأكبر، حتى وصل إبراهيم بعد تلك المرتبة أن ينظر إلى مشرق الأرض وإلى مغربها كأنه ينظر في كف يده، في كف يده. ولدينا روايات عن الأئمة كيف ينظرون في الأصلاب ويعرفون شيعتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. هذا الكلام إذا تقيس بالظاهر ببشريتهم، تقيس على بشريتنا صعب عليك تنكره، ولكن الآن أنت تصور أن إنسان يمسك بولده ليذبحه لوجه الله، من يقدر هذه؟ إذن أنا إذا ما وصل إلى تلك المرتبة فكذلك وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم مو ملك، مو عالم الملك، ملكوت، ملكوت شنو؟ السماوات. في الرواية في تفسيرها ارجعوا إلى التفاسير أن إبراهيم كان ينظر إلى أعالي السماء، هذا القرآن يقول. آخر مراتب إبراهيم من الكمال ما هي؟ أربع مراتب، أي مرتبة كانت هي الأعلى؟ جاوبوني. إني جاعلك للناس إماما، أعلى المراتب بعد أن وصل إلى مرتبة عمرية مجاهدة مثابرة واصطفاء من الله، وصل علما أن يكون إماما. وورد في الحديث عن رسول الله وأمير المؤمنين يقول أنا إمام وآدم بين الطينة والماء. في أي مرتبة؟ الإمامة هي أولى مراتب أهل البيت، أولى مراتب أمير المؤمنين.
إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. يا أهل البيت يترتب لهم ذلك، ما يصير. شوفوا، لذلك أنا ذكرت لك يمكن قبل ليلتين ثلاثة ما أذكر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بمن الله ضرب المثل؟ حافظين هالآية لو لا؟ وكذا لاحظوا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ليش تحسدونهم؟ وكذلك آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. شوف الله بمن ضربنا المثل، بنبي وآل نبي، برسول وآل، فالمحسودون من؟ رسول وآل رسول، كتاب وحكمة عند إبراهيم وآتيناهم. أما المحسودون شنو عندهم؟ شنو عندهم؟ ملكا وآتيناهم ملكا، شنو هذا الملك؟ عظيمة. قال ربي هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي. هذا الملك المهدي من الله، الملك الذي يعطيه الله هو ملك الإمامة والسيطرة والتدبير لشؤون الدنيا. هب لي ملكا من لدنك. بعد في قضية طالوت، إن الله قد بعث لكم شنو؟ ملكا. شنو ملكا؟ إن الله يقولهم، قالوا أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه، إحنا أحق. ماذا أجاب ذلك النبي؟ شنو جوابه؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بالعلم والشجاعة، دطوني واحد أشجع وأعلم من علي أمير المؤمنين. لا يجي واحد ويقول لي هذا 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 القرآن وهذا أهل البيت وهؤلاء الأنبياء وهذا المنطق. تكلمنا بشيء غير المنطق؟ ها؟ جئنا إلى معلومة حاولنا أن نمشيها شلون ما كان لو وقفنا عند كل واحدة واحد. إذن فالمرتبة التي وصل إليها إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين. بعد ماكم أجاب، إن شاء الله البحث يتم الليلة المقبلة. يا رسول الله وأنت أول المسلمين وأنت سيد المسلمين وأنت خير المسلمين، لا بل أنت أنت وما دونك الفناء، أنت من أظهرت جلال الله، بك ظهر جلال الله، بك ظهر جمال الله، لأنك يا رسول الله خير الخلق وأول الخلق. رسول الله يتنازعون عنده فقال اخرجوا لا ينبغي عند نبي ها تنازع أو تخاصم طلع. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله يعاني بين أهل بيته، فقط أهل بيته، ينظر يمين شمال، هؤلاء أهل بيته، هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفي أولاده ينظر، وفي الحسن والحسين، وعلي عنده، والأمة مشغولة، ساعدهم الله، الأمة عندهم مشاكل، عندهم فد أمور ثانية، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعاني، فصار يدير طرفا في أهل بيته. يا رسول الله، يا بيجود برقبته ويدير عينه، يجود
ويدير عينه ولي قلهم يقول الحسن وحسين وين وشاوين شاوين بضعتنا الحزين أبو حسين ظل يخفي ونينا هي حسن وحسين جيد بويا لو غاب شخصك يا بويا لو غاب شخصك يا ولينا بويا جارت جارت رواية الشرع علينا يا بويا يقول بقي رسول الله يعاني عند أهل بيته علي فاطمة الحسن والحسين وإذا بالباب طرقت من الطارق قال يا فاطمة أنا الطارق قالت يا هذا إن أبي مشغول بنفسي عنك ارجع ما يقدر يتلقاك اليوم مرة ثانية وإذا برسول الله يفيق من غشيته قال يا فاطمة من على الباب قالت أبا هذا رجل يستأذن قال يا فاطمة هذا من لا يستأذن على أحد إلا على أبيك من هذا قال هذا ملك الموت يقول لما دخل ملك الموت جبرائيل كان عند رسول الله رسول الله قال أين الحسن والحسين ضمهما إلى صدره صار يقبل بهما يشمهما يودعهما ثم أوصى علي أمير المؤمنين قال يا علي إذا قضيت غسلني وكفني حتى تكون سنة لمن بعدي ثم أعطاه حنوط من الجنة قال يا علي اقسمه أربعة أقسام لي ولك ولفاطمة والحسايا عجب أصحاب الكساء مو خمسة زين والخامس وابو علي يا أبا عبد الله حنوطك تراب كربلا يا حزين يا أبا عبد الله يا غريب بعد ذلك صار جبرائيل عند رسول الله ينادي رفقين برسول الله بس هنا كلام هم نقاش طويل لكن ها كما جرى وإذا برسول الله خرجت روح الطائرين المنادي ومحمدا وسيدا مرت روحه الطاهرة على وجه أمير المؤمنين وبقيت فاطمة تنادي تقل أبويا يا أبو إبراهيم ما تقعد وحاجي ترى عقلي ويا روحي ذابت عليك يا ابويا ابويا ذابت عليك
بيك جنت عزنا يا ابويا ونستجن بيك يا ابويا يا ابويا. صارت تنادي فاطمة أيوا محمدا أيوا أبتا سيدتي يا فاطمة ليش رفعت الحسن والحسين عن صدر رسول الله؟ تقول كانت تقول لي يا أبا أخشى أنهما يؤذيانك يا فاطمة. كان الحسن والحسين على صدر رسول الله وقضى نحبه، وكان الحسنين على صدرك وقضيت نحبك، وكان على صدر علي أمير المؤمنين، ولما قضى الحسن كان الحسين عنده. سيدي أبا عبد الله من كان على صدرك يا محمد يا محمد يا حسين غمض لورد للموت باع. بعد زينب منو كان على صدر الحسين؟ تقول أريد أنشد الخيال المجبلين المجبلين اللعبة على ابن أم ميادين. اسمع أبيات الدعاء يقول نار قلبي نار ما تطفيها الدموع ولا يبردها النعي ودقش. اسمع زين يا بنار قلبي ما يبردها الدموع ولا يسكنها النعي ودق الجموع. ليش يا باب المدينة ضليع وبكرب الأضلوع؟ بالمدينة ضلع وبكرب الأضلوع داست خيول آل أمية عليها. اسمع لما انطلعت زينب، اسمع الأبيات هاي، لما انطلعت زينب تقول لأخوي أبو علي عذرني، زينب ليش ما جيتيني؟ زينب من داست الخيل علي وين جيت؟ لما نجتك زينب سيدي تعتذر لك تقول لك يا ابن امي يا ابن امي يا ابن امي. زينب ليش عفتيني ما جيتي؟ تقول لك خويا خويا يا ابو علي تعبت من الدوار عليك. تدري بي اكو ابيات هذن اللي 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 يجون قلبنا. اسمعها زين بعبرتك وبونتك لا تقطع. تقول وحقك تعبت من الدوار عليك وحقك ما اندلك وين. ليش يا زين خويا تعبت من الدوار عليك وحقك ما اندلك وين وين وكلهم على الوجه مجفين شقلب والجثث سبعين أخافك
أقلب لواحد خاف يطلع مو عرف يحسين، أخاف أقلب لواحد خاف يطلع مو عرف يحزين، خويا يا راعي الزود، يا راعي الزود ما تظهر بعد شمتان، يا بشمتان يزيد وصاحب ام الخدر، شمتان شرادت زينب من حزين، بويا شمتين تشم بصدره وابن حرس ويه. زينب وين رحتوا؟ أبيات الدعاء هذه. زينب وين رحتوا؟ قل لي وين رحتوا للشام؟ سولفي لي. فاسهل بيت تقول لي أسولف لك هالبيت يا أبو علي. تقول يا 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 والعجم تعرف زينب ونا وكل خصلة لتجدها، زينبينا توصف للي جرحناك وكل خصلة لتجدها، زينبينا يزيد اعرف مقامي ولك زينب أنا شفتني بلا أخو تجسر علي، بويا يا 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 شفتني بلا أخو تجسر علي.